أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن بعض الإخوة إذا قلنا له إن العلم في زمن الفتن يؤخذ من كبار العلماء ممن شابت رؤوسهم في العلم، يحتج ويقول إن الشخص قد يعد من كبار العلماء وهو صغير السن، ويمثلون بشيخ الإسلام ابن تيمية، فما رأي فضيلتكم؟ نعم، العلم يؤخذ عن العلماء في كل وقت، في وقت الفتنة وفي غير وقت الفتنة. العلم يؤخذ عن أهل العلم، وكل ما كان العالم أكبر سنا فهو أحسن وأثبت. كل ما كان العالم أكبر سنا فهو أحسن وأثبت من صغير السن. وقد يوجد في صغار السن من هو أفضل من كبير السن، كشيخ الإسلام ابن تيمية في وقته، لا بأس. المهم أن يتحقق العلم النافع عند الشخص، وإذا تساووا فأخذ العلم عن الأكبر أحسن، وإذا تفاضلوا فيأخذ العلم عن الفاضل ولو كان صغيراً.